جاء الاجتماع الأول لكتلة الجمهورية القوية ليضع خريطة طريق لما بعد الانتخابات النيابية، بدءا بانتخاب رئيس لمجلس النواب، مرورا بتأليف الحكومة، وصولا إلى الاستحقاق الرئاسي. جعجع قالها بالفم الملآن، بري لا تنطبق عليه مواصفات القوات المطلوبة من رئيس مجلس النواب. بما يتعلق برئاسة مجلس النواب، ما عندنا مواصفات يعني واضحة جدا وما بتضيع على أي أساس بقى ننتخب نحن رئيس مجلس النواب. ورح أقول مسبقا أنه هالمواصفات ما بتنطبق على الرئيس بري، لأنه المصر له 30 سنة رئيس مجلس النواب أو 22 سنة اللي هني، وتصرفاته وممارساته كانت مختلفة عن المواصفات يلي عنا إياها. أي مرشح لرئاسة المجلس إذا نحن بدنا نطلع له بده يكون يتعهد بما يلي: أولا بده يتعهد على أنه يشتغل ليل نهار وبشكل معلن ومن هو مرشح هلا لإعادة القرار استراتيجي كاملا إلى الحكومة اللبنانية. جعجع أكد أن نتيجة الانتخابات كان مدوية، وهي خسارة حزب الله والتيار الوطني الحر الأكثرية النيابية التي انتقلت إلى مكان آخر، وهناك أكثرية جديدة تتفق على النقاط الرئيسة المتعلقة بالفساد والسيادة، ناصحا جبران باسيل بأن يمكث تحت الأرض. يعني التيار الكذب والتشويه والخداع إذا بدكن وكل هالصفات هيدي إنه ما بيتركك مرتاح، يعني للأسف بتضطر إنه تتوضح الأمور، إنه تفوت بإشي ما بدك تفوت فيها. طرحوا آخر ثلاث أربعة أيام موضوع مين الكتلة الأكبر بالمجلس النيابي. أنا لو مطرح جبران باسيل كنت بنقي شي سبعة مطرح شي 17 طابق تحت الأرض بروح بقعد فيه. خلصت الانتخابات اليوم، أوكي، شو كانت النتيجة؟ كانت النتيجة المدوية بالدرجة الأولى خسارة حزب الله والتيار الوطني الحر لأكثرية النيابية. جعجع شكر للقوى الأمنية خصوصا الجيش وقوى الأمن انتشارها على الأراضي اللبنانية كافة خلال العملية الانتخابية إلا في بعلبك الهرمل، ورأى أن التصرفات التي حصلت هناك غير مقبولة خصوصا فيما خص طرد مندوبين على مرأى من القوى الأمنية، ومع ذلك تحقق الاختراق الذي كان يمكن أن يكون أكبر لو حصلت العملية الانتخابية بديمقراطية أكبر.